ديرو الطريقه ديال الدقيقه معليش ماشي هذا هو الفيلم اللي راح تشارك فيه ما شاء الله. ايه واش قلت لي اسمك؟ الشريف مولاي جلول. مرحبا بك. منين انت؟ إليزي. يعني احنا جمعيه مثلا عندنا بدا في الضمان هذا التمثيل اول مشاركه لنا هو هذا الفيلم اللي عنوان الامانه او التغليف التربيه. حبينا نتحدثوا على وصايا الاجداد اللي هما المجاهدين على جال واش ضحاو على البلاد والهدف اللي خلاو الاساس اللي خلاهم يضحوا تكلم على شخصيه معينه ولا اون جينيرال تحدثوا على احنا درنا مثال او محاكاه لواقع مجاهد ضحى بنفسه باش يوصل رساله وش اسمه والله اي مجاهد ما عندناش مجاهد بالتحديد يعني صحيح عندنا غير محاكاه فقط وجسدنا الفيلم من قداه دقيقة؟ الفيلم فيها حوالي 7 دقائق الله يحفظك وما هو الجديد اللي درستوه في الفيلم؟ يعني غير الشخصية هذه تحدثنا حنايا على المجاهدين كيفاش هي الرسالة اللي كانوا حابين لأنه هو عبارة عن الأمانة العنوان تاعو كاع الفيلم هو الأمانة يعني واش هي كيفاش تقولوا الأمانة؟ تغليفت يعني المجاهدين بعثوا لنا رسالة أن هذه الرسالة درناها على شكل فيلم بعثوا لنا أمانة يعطيك أمانة وأنت حبيت تركز على الأمانة هذه على الأمانة واش هو مضمون تاعها الله يجزاك وموسيقى التصوير واش درتوا؟ الموسيقى والتصوير يعني مجموعة من الجمعية تاعنا أعضاء الجمعية تاعنا داروا أغنية موسيقى جديدة تاعهم جديد كلش جديد الله يبارك نقدروا نسمعوا شوية الصوت ولا مش تاول خطر تجي للمسيرة يعني عدنا أول مشاركة للفيلم هذا لا لا أنت أول خطر تجي هنا للمسيرة أول مرة مشاركة هذا وش رأيك؟ لا حتى اللحظة هذه نشوفوا يعني ناس ما شاء الله بضيافة ناس فرحانة الحمد لله يعني دخلوا القلب كما يقولوا إن شاء الله بارك الله وريني اللقطة